عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. مدحوينها جمهورية فدرالك يا الصوماليا دكتور حسن الشيخ محمود قدوميها قلها شعبك قدون قدومي كحجنة ذا قدون كأقلك السراء يقدومي كحجنة ذا حبناها لبضع أقل البرلمان كحبناها قلها وزير ذا دمان قيبها كل دون شعبك الصوماليات يهل كان فديا وضياشة علماء ذا جناع ستة ذا لنيرة ذا يهوين ك iyo saxaafada intaba masuuliyiinta gobolka banaadir dhamaantiin waan idin salaamayaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Sida la sheegay caawa waa habeen weyn oo muhiim ah oo halkan ay isla joogaan xukuumadii iyo shacabkeedii. Mudane madaxweyne mudanayaali marwooyin 15kii Juun 2022 ايو مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية دكتور حسن الشيخ محمود اي مقعابي حلك رئيس الوزارة حكومة جمهورية فدرالك الصومالية اسلامر كان افري انا صودسو قلو وزيرو التياله كان ساري كردالك حالة ادك او كسوغنا تاس او اسو جرتي ابارو افر جرسدي oo saameyn ba'an ku yeeshay dalka iyo dadkaba intaba. Abaartaasi waxay saameysay malaayiin xoolo nool ah oo udub dhaxaad u ah dhaqaalaha dalka iyo nolosha dadkeena reer guuraaga ah. Waxaa macluul qarka u saarnaa ku dhawaad 7.5 milyan oo Soomaali ah. وحاجرتي أمن الدربة حسن أو سببتي إن عدوغا خوارجتو سب وحدة أو كنترولان نولاشة بلشادة غارهان غانع السيغا إيا غرصورك وحا دافها عاصمة دا كفرنا محكمة دا كشيك لو دعوهدو إيا حرومة دادك لغو بوغو حولو هودان السبادة لغا قاتو. وحاجرتي رجبيل كودعي شعبك الصوماليات وحي آمنين إن أن خوارج تلقات كان كرين وحا أبورنتي حبنولالات كل سن لقبسيقا لنولانشها خوارجته أو عوان كيدو يهي أفضى بولن دهب الرماها دين عفسكا أو أي هرتا لي بانشماركس إيا شروط أعدادك oo ay ka mid yihiin samaynta iyo ansixinta sharciyo tiro badan oo aad u culculus oo ay waajib tahay in bilo gudahood lagu dhameystiro. Dalka oo ku jiray wax lagu tilmaami karo go'doon siyaasadeed oo aan xiriir wanaagsan la lahayn in badan oo ka mid ah caalamka oo ay ku jiraan qaar ka mid ah dowladaha dariska. Mudane madaxweyne mudanayaali marwooyin magacowgayga kadib la tashi dheer oo aan la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxda kale qaranka qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed kadib waxaan 2 bishii August 2022 soo dhisay xukuumad ka kooban 52 wasaaradood. Isla 7 bishii August 2022 waxaan golaha shacabka horgeeyay xukuumadii iyo barnaamijkeeda oo ka kooban 6 tiir oo ka tarjumaya dhammaantood visionkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dadka Soomaaliyeed ay ku soo doorteen. Tiirarkaas oo uu kow ka yahay Soomaali heshiisa, maadaama heshiis la'aan aan waxba la qabsan karin, qodobkaasi wuxuu ahaa qodob muhiim ah oo abuuray isla markiiba deganaansho siyaasadeed oo dalka gudihiisa ah. Qodobka labaad ama tiirka labaad wuxuu ahaa
أمنية إيه دي بحرين تدلك كسد حاضو حوها إسكو في اللان شرق عليه متك أفرادنا وحوها هرمرين تقرصور كي عدالة دا متك الشناد وحوها هرمرين تقرمها بلشدة يا أدي قال متك اللي حادنا وحوها صومالي الدنيا هشيس لا هدبا مدن مدح وينه مدن يالي مروين محيط هاي عاو وجيدة دا أن هل كان سوني مت اللو سمييي حفلة قيمها بضن وجيدة دا كوبات وحان رميسان نهاي هدان نهاي حكومة الدنقران إن أن أكاونتبال أنهاي أو أي تهاي إن أي نلاحي سابتامان أنقونا أن أقول نهاي دمان مدحوينها جمهورية ده لبدا أقل البرلمان كصوماليات دمان شعب كصوماليات ميل كستاي جوغان انتبا عاوة وحي حقو ليهين إن آد أما أدول هذه إن أد أوجاتان جارهان شعب كصوماليات إن أي أوجاتان حكومة دي لو إجمدي إن أي وحكة قبته حالتها أت أدق أن هرك صو حسي ذلك كتاجنا برلمان كينا وأنسحي برنامج كذي محا أوقب صومي مددي أجرتي اللي حد بلاد إلى صوت عف قضب كلابات وحان نغاقو عن إن آن لان نولا نو بلشدين كجواب نو سؤالهو ده سيدو كلي آن دغيسن نو تلادو ده إيو تسالهو ده إيو توسنتو ده انتبا لابدا هدف مهم كاه أيي دارن تهي عاوة حفلتين وحان هلكن وغم هاد علينيا مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية وهو كان يهرمود نوغوه قول كستا أو أن حقيقة ناي هاد إيهابينا تلو تصالي يتاغيرو نالده بتاغن وحان سيدو كالي أم هاد علينيا قدونك لبدا أقل إيه حبناها لبدا أقل إيه بارلمانك الصوماليات أو سيحاقر لعانا مسؤولية دي كودة هانتهي نولا سو شقي وحان سيدو كالي هل كانوا مهد علينا يا مدن مدح وينا شعب كصوماليات او سيب بوحدة او قرب استاغي حكومة دا يا عيدة مدى قلب كسيدا سي دلك اللوغة حرايو خوارجتا وحانو مهد علينا يا او كالي دولة دها يا باشا عالمك اهيل ايهو نالا قرب تاغن او دنبين مدن مدح وينه وحان هرت هذا كو أمانيا وغمهد علينيا وزير ذي الشرفت له أو بطلقوا أه قولوا وين أو عاوة لإذيسو بندق دونو وحان لنا هاي اللهم بلغنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا الرمضان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.